وكيل ITC. ITC بيشتغل في الاوديو والفيديو، بيتعامل في الساوند سيستمز، اللاد سكرينز، الاندور الاوتدور. يعتبر من اكتر الشركات اللي بتسبورت الجزئيه بتاعه الساوند سيستم، تشتغل بروفيشنال وبتشتغل بابليك ادريس، بين كل انواع السبيكرز، السيلينج سبيكرز، اللاين اريز، كل الميكسرز، امبليفايرز، الماتريكس. ويعتبر ITC ده من البراندز اللي هي مصنفه ريتد نمبر 1 في الساوند او في الاوديو او في الفيديو. ده منتجات HDL للستاير، في منها نوعين، في دراي كونتاكت بتشتغل بريموت كنترول زي كده، وفي نوع تاني بقدر اتحكم فيه من خلال البادز اللي عندي زي الاي تاتش مثلا، فانا ممكن اديها اوردر زي كده. ده الكي مانجمنت سيستم، ده بقدر اكونترول اكتر من 26 مفتاح. لو المفاتيح دي مهمه، بيبقى بالفيس اي دي او الفينجر برينت او الباس كود، بدخل الباس كود بتاعي. لو انا مفتاحي مثلا رقم 2، هدوس على رقم 2 والباقي كله هيبقى مقفول مش هقدر افتحه. لو حاولت اطلع اي مفتاح تاني مش هيطلع، هو المفتاح بتاع رقم 2 بس هو اللي هيبقى شغال. ولما اعوز ارجع المفتاح، مجرد بحطه هنا على الفينجر برينت يروح فاتح لي الباب. وبرضه لو حاولت اطلع اي مفتاح مش هيطلع، مجرد مفتاحي بس هو اللي ممكن ادخله. الفكره في السمارت هوم ان انا بقدر اعمل فول كنترول على البيت كله، يا اما موبايل ابلكيشن يا اما من خلال شاشات زي دي. بعمل كنترول على الاضاءات سواء اون اوف، بعمل كنترول على الديمنج اللي هو شده الاضاءه، بعمل كنترول على الار جي بي لايتس اللي هي اللادز اللي بتلون، بعمل فول كنترول على الباليت بتاعتها كلها بلس البرايتنس بتاعتها.